الزمالك جمهور عظيم بالملايين ورا فريقه في كل مكان، ما احنا شفناهم في السعوديه وفي الامارات وهنا في مصر، انما انت من دقيقه 40 بتشتمهم، والنهارده راسم لي مش عارف ايه وراسم لي ايه ورايح عشان يشتم ولابس اسود. اللي مش هيلبس فانيله الزمالك البيضاء وخطين عمر مش حقيقي خطين حمر مش هيشتم مدرب، مش هيشتم المدرب. الفوضى خلصت. وبعدين عايز اقول لكم حاجه، بيقول لك هو حبس رئيس النادي اثر؟ الماتشين اللي خسرنا فيهم 6 بونت، سيبك من الماتش الاولاني بتاع الحكم اللي الكره جت في كتف الواد وحسبها وفاز الفريق الجزائري مع احترامنا ليه. هو الترجي غلبك 3 فين؟ ولا 2 فين؟ كنت انا في السجن؟ والفريق الجزائري غلبك وانا كنت في السجن؟ دي 6 نقط. لو كنت اخدتهم الثلاثة النهارده 9 وانت عندك اصلا 4-13 كنت الاول. انتوا اللي ضيعتونا. انا عندي احسن لعيبه. سيبك من 2-3 لعيبه مش مستوى الزمالك. انا بقولهم وهيتكلوا على الله.